فخما على بلاد الساموراي رفقة نادي النصر، ويظهر مجددا نادي باريس سان جيرمان هنا في اليابان بنجومه في مقدمتهم الملك البرازيلي نيمار، والذي يتواجد على دكة البدلاء في يوم العودة بالنسبة لنيمار. ينطلق شوط المباراة الأول. اللقطة الماضية سأذكر تشكيلة الفريقين وخيارات المدربين، لكن أولا لدينا هنا كرة من ركلة حرة مباشرة من هذه المسافة، التصويب الجاتي، ولكن نواف العقيدي يتصدى لأول تهديد. العقيدي يبعد أولى الكرات الباريس. رف حكيمي في نقلة، تمريرة أسينسيو، بعد ذلك محاولة وصول من اليسار، مرور عرضية تأتي ولكنها يتقدم يتوغل من أمام بروزوفيتش، ممتاز الكرة في اللقطة الماضية. لاعب لمينة، كرة منقولة على طريق الدور على الصورة، كريستيانو يسقط، يتحصل اسم القادم يا رونالدو، رونالدو القائد، المستديرة كريستيانو رونالدو، مديق الكرة إلى الخلف، كونان والعرضية رونالدو، ولكن سهل عند حارس المرمى، ارتقى عاليا التي وصل، والنقلة والعرضية ترسل ولكنها بعيدة، بتمريرة بينية ممتازة، فرصة الهدف الأول، ضاعت الكرة من نوى لمينة في اللقطة الماضية، ضاعت الكرة من نوى لمينة في اللقطة الماضية مع المنتخب البرتغالي ومختلف الأندية. فرصة إيمري، ممتاز الكرة ومن إندور، بعد ذلك فيتينيا في محاولة أخرى، لكن هناك أشرف الذي اليسار، ممتازة من جانب كريستيانو، تسديدة ولكن صدمت في شكرينيار وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة. الطرف الأيسر عرضية ترسل والفرصة مستمرة، وضيا فرصة الجول، كرة عبد الرحمن غريب والعرضية رونالدو، كاد أن يفعلها الأسطورة كريستيانو رونالدو، ذلك الفرصة من جانب نوى لمينة، لمينة فوفانا، فوفانا يحاول عرضية، فوفانا الله كاد أن يفعلها، كاد أن يفعلها هذا المجنون بذكريات الهدف. ممتاز الكرة، نقلة جميلة، فرصة لنا، سيسيو يحاول فيها ولكن مو بعد الكرة، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية، السنة الكرة لم تنتهي والفرصة لم تنتهي، أسينسيو، أسينسيو التسديد، فرصة لباريس سان جيرمان خطيرة تأتي من أجل الأول، الكرة لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، محاولة المرور والتسديد، كرة ما زالت رونالدو، ولكن تسلل على عبد المجيد سليم، تسلل كان على عبد المجيد سليم، عبد المجيد ثم في التصدي سقط هنا رونالدو، رونالدو نعم التي حدثت في الدقائق الماضية، كرة منقولة سيل أشرف حكيمي، عند كرة حكيمي يتعثر لكنه ينهر بصورة ممتازة، التسديدة من غربي، لكن في الشوط الأول لمينة راح نوح، لمينة والتمريرة البينية، لا كرة في اليسار، الانطلاقة تأتي والتمريرة إلى الدور، رونالدو وصلت هذه الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر، محاولة الصورة ممتازة جميلة، ضرب الخط والتصويب تأتي، ولكن هناك نواف، هناك نواف العقيدي يتصدى في الكرة الماضية، نواف تمرير في المنتصف، الضغط العالي، عودة إلى الكرة الماضية لكنها قطعت، عادت من كورساوا عرضية إخوان برنات، برنات والتمرير إيثان يرسل كرة ساقطة مهمة كذلك للفريق العالمي، نعم هي على ذلك محاولة وصال في مرور في تقدم في نادي النصر، عودة إلى الخلف، سليهم عند كرة عرضية لكن في الألقاب كأكثر فريق توج في تاريخ الدوري الفرنسي ما زالت مستمرة، لكن في الأخير الكرة تعود نواف، بينما فرصة لا تأتي، حسني والتسديد، منقولة كرة لافة، ماركين عودة من التسلل، نعم عودة من التسلل، ركلة إخوان برنات يحاول فيها، لمينة، لمينة راح، لمينة سقط، وركلة وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة، بينما ماركو